متابعينا، اسعد الله مساءكم بكل خير. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في البث المباشر لكم من مدينه فاس. حنا الان كنتواجدوا في بالقرب من المركب الرياضي لمدينه فاس. كيف ما كتشوفوا كنشوفوا هنايا ان كارثه شنو واقع في داخل المركب اللي فيه الاشغال حاليا. كنشوفوا منطقة معلقين، الحوايج كذلك. كنشوفوا الأشغال اللي مستمرة حاليا في المركب الرياضي حاليا. والغريب في الأمر هو أننا ما لقيناش الورقة التقنية أو اللي قدموها الصحافة باش أنهم يعطوا المعلومات حول هاد الأشغال هذه اللي ما عرفناش أول حاجة فوقاش بدات وفوقاش غادي تسالي بشحال القيمة ديال هاد الأشغال اللي تقوموا بها. شكون هي الشركة اللي مسؤولة على هاد الأشغال هذه؟ شنو العملية اللي غادي يقوموا بها؟ تنعرفوا أن هاد المركب الرياضي غادي يحتضن فيه كأس أمم إفريقيا 2025، في حين أننا ما كنشوفوا كوارث في الجوانب ديالو. كنلقاو الناس كان قبيلة عملية حلق الرأس لواحد الشخص كان هنايا في داخل المركب الرياضي. كنشوفوا أن الناس ما عرفتش انا واش العمال اللي داخل ناشرين المنطاد ديالهم، المنطاد الحوايج ديالهم اللي صبنوهم. بالاضافه انا غادي نحاول نقربكم لواحد الشيء واحد اخر اللي صراحه انا بالنسبه ليا شيء غريب كنشوفوه في هذا المركب المركب الرياضي. انتم كيف ما كتشاهدوا متابعينا القضيه كيف ما كتشاهدوا بعض الاشغال اللي كنشوفوها، ولكن ما عرفناش شكون هي اول حاجه القيمه ديال هذا ديال اعاده الصيانه وتهيئه ديال هذا الملعب الرياضي. بالاضافه كنشاهدوا حتى بحال اللي هذا الملعب هذا بحال ما عطيناش واحد ما عرفناش شكون اللي ما عطيش واحد الاهتمام، ما بغيش يعطينا اشعاع، ما خليش ان الصحافه انهم تدخل تصور داخل تصور الاشغال، تقرب المتابعين ديالها من هذه الاشغال هذه. حتى الورقه التقنيه كيف ما سبقت وشرت انها غير متوفره، ما قدموها الناس باش نعرفوا قيمة الأشغال. شنو باغيين يديروا؟ المدة ديال الاشتغال، شكون هي الشركة المعنية بالأمر أنها باش تقوم بهاد الأشغال هذه؟ غادي نقربكم متابعينا واحد الكارثة واحدة أخرى، لأنه ماشي غير ملعب رياضي. هو تقدر تقولوا انه متعدد التخصصات. مثلا كنشوفوا فيه حلاقات الرؤوس لربما بنادم يسكن فيه، كنشوفوا فيه اشغال. وغادي نقربكم واحد الركن خاص ببيع المشاتل، هادشي داخل ضمن المركب الرياضي لمدينة فاس. كما كتشاهدوا متابعينا احنا في الباب الرئيسية ديال الملعب. تيقول لك المهم احنا متابعينا فقط باش نقربوا المتابعين ديالنا من
من الاشغال، جينا غير باش نقربوهم من الاشغال ديال هذا المركب الرياضي اللي غادي يحتضن ليبفاس، اللي غادي يحتضن كاس امم افريقيا 2025. بغينا نقربوهم من المده والقيمه وشنو غادي يديروا الشركه اللي معنيه، في حين ما كنلقاوش تجاوب مع من كيحطوا لك رجل من الامن الخاص وكيقوم بالمنع ديالك، ومن حقهم هما فقط يقوموا بالعمل ديالهم، حنا تنقدروا داك الشيء كيف ما حنا تنقوموا بالعمل ديالنا. غادي تشوفوا معايا متابعينا في هذا الركن هذا اللي غادي نقربكم منه. خليكم معنا متابعينا. هذه جنبة المركب الرياضي. هذه لربما من ما قدموناش، ما كاينش واحد الورقة تقنية نقدروا نضيفوها على الفضيحة ديال الأمس. اللي عرفوا الملعب حسن الثاني اللي شهد انه احد الاعمده ديال الاناره ديالو توقفت عن العمل اثناء المباراه بالامس ما بين الوداد الفاسي واولمبيك تشيره. كيف ما كتشاهدوا متابعينا، هذا هو هو الركن الخاص، الركن الخاص ببيع المشاتل. اول مره كنشوف انا مركب رياضي فيه تيتم حلق الرؤوس ديال الناس فيه داخل فيه. اول مره كنشوف ركن خاص بالبيع ديال المشاتل كيف ما كتشاهدوا. مشاتو مشتل المركب كيف ما كتشوفوا هنايا بيع جميع انواع النباتات. صراحه ما عرفتش انا واش هذا مركب رياضي خاص بكره القدم، وغادي يشهد مباريات كاس امم افريقيا، ولا ما عرفتش مركب تجاري ولا مركب لتقديم الخدمات. المهم نشوفو صراحة كارثة. قلبت على الورقة التقنية ما لقيتهاش. معروف ان اي مشروع او اي عمل كتقوم به اي جهه حول مثلا صيانات او اعداد شي مشروع مثلا معين، كنشوفوا واحد الورقه تقنيه اللي كتقوم بها كتقربك من مده الاشتغال فوقاش بدا وفوقاش غادي يساليو، القيمه ديال الاشتغال، القيمه ديال داك المشروع، شكون هي الشركة المعنية اللي كتقوم بداك الشيء، هذاك المشروع. كيف ما كنشاهدوا انتما
حقيقة ما كاينش واحد الورقة ما باش نعرفو شكون الشركة المهنية الخاصة بالأشغال. حاليا فقط تنشوفوا الاشغال، هذه الاشغال اللي تقوموا بها حاليا، تشوفوا بعض العمال صراحه الله يكون في عونهم. كيف ما كنلاحظوا ان مدينه فاس في هذه الاوقات هذه كتشهد واحد الحراره مرتفعه، في حين ان الاشغال وخصوصا شهر رمضان اكيد غادي تكون القضيه شويه صعيبه. حنا تعقيبنا فقط حول الورقه التقنيه، هذا هو الاهم. الورقه التقنيه خاصها تكون في احدى جنبات او لا في واحد البانون تكون هنايا في اما في المدخل الرئيسي ديال المركب او لا غير ذلك، كتكون كتقرب لاول حاجه اما الاعلامي او لا الساكنة أو لغير ذلك، كتقربهم من المعلومات الخاصة بهذا المركب. كتقوم بهاد الأشغال، شكون هو اللي تيقوم بهاد الأشغال هذا، بشحال القيمة ديال هاد الأشغال هذه، فوقاش غادي يبدا وفوقاش غادي يسالي. هذه اللي عليه تنعاتبو حنايا، بالإضافة للعتاب اللي بسيط اللي عاتبنا قبيلة أنه كنشوفو عملية حلق الرؤوس في داخل المركب بحال اللي رحنا في شي سجن، كنشوفو بيع المشاتيل داخل المركب الرياضي. ما عرفتش انا شنو الهدف زعما، واش غادي يزيد منا من مداخل هذا المركب او لا شنو غادي يكون زعما، ولا هذا هو العتاب اللي تنقدموه، في حين اننا احنا مع الاشغال، احنا مع اعاده الصيانه، احنا مع اعاده التهيئه، احنا مع اي حاجه غادي تزيد بمدينه فاس للقدام، احنا مع خصوصا اننا بغينا ان هذا المركب هذا يكون من افضل المركبات الرياضيه بالمغرب، وخصوصا انه غادي يشهد تنظيم كاس افريقيا 2025. باغي زعما ان هذا المركب يكون في حله تيريق و زعما زعما انه تليق بسكنه مدينه فاس. هذا هو اللي تنتكلموا عليه، والله يكون في عون العمال اللي كاينين هنايا في هذا المركب هذا، واللي تيشتغلوا في هذه الاوقات هذه اللي كنعرفوا كتشهد مدينه فاس واحد الحراره مرتفعه لربما فوق 30 درجه دابا حاليا. وسنعرفوا ان احنا في شهر رمضان اللي شويه صعيبه الامور انك تشتغل في هذه الاوقات هذه، خصوصا في هذه الاشغال هذه تكون شويه متعبه. ولذلك كنشكركم متابعينا على حسن المتابعه، ونتلاقاو في بث مباشر اخر ان شاء الله، والى اللقاء. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.